أعتقد أن الدور الإعلامي المطلوب من المؤسسات الإعلامية أو الإعلام المؤسسي بشقيه التقليدي والرقمي دور كبير وملح، يعني يفترض أن يتوازن مع حجم المبادرة وأهميتها واستمراريتها في السنوات القادمة. بشكل محدد نحن نحتاج إلى إعلام متخصص. الحديث عن الإعلام المتخصص والحاجة له هو حديث قديم جديد، إلا أنه منذ ذلك، يعني منذ بدايات الحديث عن الإعلام المتخصص إلى الآن لم يحدث أي تطور أو يعني شيء ملموس يعني تقدم المؤسسات الإعلامية. وبالتالي قد ينظر البعض إلى أن الحديث عن الإعلام البيئي هو نوع من الترف الثقافي، بينما في الواقع هي عملية مهمة وأساسية في موضوع الشراكة مع الجهات البيئية المختصة ومع المؤسسات الإعلامية. بالنسبة للدور الإعلامي الذي تقدمه إدارات الاتصال المؤسسي في الإدارات البيئية والجهات المسؤولة عن البيئة، أنا أجد أنه دور ممتاز، يعني قادرة على أنها توصل الفكرة بشكل جيد، لكن هي جزء من الصورة، الجزء الآخر من الصورة مناط بالمؤسسات الإعلامية وقدرتها على معالجة المحتوى في ما يرتبط بتحقيق أهداف شرح هذه القضايا، إشراك المجتمع في هذه المبادرات، وأيضا توعية والاستمرار التوعية البيئية في كل تطورات المبادرة. المبالغ والمرصودة لإنجاح هذه المبادرة مبالغ كبيرة جدا بالمليارات، وبالتالي ينبغي أن تتواكب المؤسسات الإعلامية في هذا الموضوع. هنا أيضا حاجة إلى أن تعقد شراكات مع هذه المؤسسات الإعلامية من قبل الجهات المناط فيها العمل البيئي أو تحقيق المبادرة، الحاجة إلى ورش عمل تدريبية لخلق أو صنع الصحفي المتخصص الصحفي البيئي. هي يعني لو قارنا الوضع فيما يتعلق بالإعلام البيئي في الغرب في أمريكا وبريطانيا، سنجد أن هناك بون شاسع كبير في هذا الموضوع. يعني في إحدى الدراسات اللي تناولت الصحفيين البيئيين في أمريكا كان عددهم يصل إلى 1000 صحفي بيئي في مختلف وسائل الإعلام، بينما نحن يعني بالكاد نجد صحفي بيئي آخر. لا أغفل ولا أقلل من الأدوار اللي يقوم فيها البعض في على مستوى بعض البرامج وعلى مستوى بعض يعني المحتويات المتخصصة، لكن أجد أنه هذا الأمر يتطلب عمل مؤسسي، عمل مدرب، عمل استراتيجي في خلق إعلام متخصص بشكل عام، وفيما يتعلق بموضوع السعودية الخضراء صحفيين بيئيين قادرين على أن يتواكبوا مع متطلبات المرحلة.